اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن عادل مصطفى. ازيك يا عدول؟ كابتن اسلام، صباح الفل يا حبيبي. الحمد لله، عامل ايه؟ كله زي الفل، كله كويس، كله تمام. لسه كنا بنتكلم انا وعادل عن امور كثيره جدا هنتكلم فيها مع حضراتكم، ولكن نطلع وكالعاده نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى عدوله، يعني واسمح لي طبعا اقول لك عدوله يعني لان انت اخويا الصغير يعني. لا حبيبي، انت اخويا الكبير واتشرف بيك حبيبي. عادل الفترة اللي فاتت كان عادل مصطفى ومدير لقطاع الناشئين في نادي فيوتشر، قبلها الحقيقة تجارب قوية كثيرة جدا زي ما شفنا. ايه الأخبار؟ الدنيا عاملة زي ايه دلوقتي؟ الفترة اللي فاتت كنت أنا رئيس قطاع الناشئين في فيوتشر لمدة سنة، وكان عندي اتفاق مع الناس إن أنا أجي لمدة سنة، وكان الفترة دي كنت شايفها فترة انتقالية ليا، لأن أنا كنت اشتغلت بدأت في الناشئين كمدرب، بعد كده مدرب مساعد، بعد كده مدرب عام، بعد كده جات لي الفرصه دي. انا كنت داخل فيوتشر بشكل، ولكن انا كنت حاسس كنت هدخل مع الجهاز الفني، ولكن انا كنت شايف ان انا ما ينفعش ادخل في وسط الموسم، فجات لي قطاع الناشئين وقالوا لي نكمل بقيه السنه، وقلت لهم انا لمده سنه بس، وبعد كده هبدا اخد خطوتي اللي جايه ان انا ابقى مدير فني على حسب بقى المكان اللي هبقى موجود فيه. ولكن هي كنت واخدها فتره انتقاليه ليا، كنت بتعلم فيها كويس، اخدت فيها الرخصه الافريقيه، وخدت فيها كم خبرات كويسه جدا، خبرات اداريه، لان انت كمان في مصر لازم عشان تشتغل مدير فني كويس او تشتغل في تدريب لازم يكون عندك الجانب الاداري ده جيد، عندك خبره فيه كويسه عشان تعرف تتعامل، لان انت برضو مش طول الوقت بتتعامل في انديه فيها مدير كوره او حد مساند ليك قوي. هتلاقيه في انديه قليله جدا، الاهلي كان فريق في الدوري، ولكن بقيه الانديه بتبقى انت محتاج شويه تبقى انت على علم وعلى درايه كافيه بالجانب الاداري عشان تعرف بعد كده تعرف تتعامل بشكل كويس. تجربه اعتقد انها تجربه جيده جدا في فيوتشر، ولكن هل تنتظر ان تكون مدير فني لو جالك حاجه كمدرب مساعد؟ سمعنا ان بعض الاخبار على منتخبات ناشئين، منتخبات شباب. والله انا كنت من فتره يعني من كام اسبوع كده كان جالي عرض من انديه من كذا نادي في الدوري المحترفين، ولكن انا كنت شايف ان الفرصه مش هتبقى مناسبه قوي. انا برضو عايز ابدا بدايه يعني مش هقول مريحه، ولكن تكون اقدر اشتغل فيها بشكل كويس، تكون فيها استقرار. التوفيق من عدم، وده بتاع ربنا، ممكن تبقى معاك كل الامكانيات الكويسه ولكن ما تبقاش موفق، بس يبقى عندك على الاقل اساسيات او الحد الادنى من ان انت تقدر تشتغل فيه وان انت تقدر تحقق نجاحاتك. جات لي فرق وكنت ماشي معاهم بشكل اتجاه كويس جدا، ان انا خلاص يعني بنخلص وبنمضي عقود، ولكن في اخر وقت انا اعتذرت. في دوري المحترفين؟ في محترفين. انا كنت جاي كنت يعني اسوان كنا بنخلص الدنيا خالص، ولكن حسيت ان هم كانوا متاخرين شويه في ان هم يبيعوا لعيبه وان هم يجيبوا لعيبه والكلام ده، فانا اعتذرت لهم في اخر وقت، وبشكرهم طبعا على ثقتهم ان هم يعني فكروا فيا، ودي حاجه كويسه، واسوان مكان محترم جدا، والفتره الجايه موجود اسمي مرشح من ضمن الناس الكتير المحترمين اللي ممكن يبقوا موجودين في المنتخبات اذا كان 2005 7 8 9. اعتقد فيه العمل في المنتخبات برضو مختلف عن العمل في الانديه بشكل كبير، خصوصا طبعا المنتخبات الصغيره. انا عندي الحمد لله درايه كويسه بالسن، وكمان شغلي كمان في القطاع الناشئين في فيوتشر كنت ملم بكل الاعمار، فده شويه اداني خبرات في الحته دي، ودي حاجه كويسه برضو، لان انت لما بتيجي تشتغل طول وقت فريق اول وترجع تشتغل مع الاعمار الصغيره، فانت برضو بيديك خبرات ان الفرقه اللي تحت الدرجه الاولى دي بتبقى عارف اللعيبه كويس، لو رحت مسكت فرقه في دوري ممتاز او مسكت فرقه في ممتاز بيه او حاجه، انت عارف اللعيبه اللي موجوده وشفت اللعيبه قدامك كتير، فدي بتديك فرصه برضو انك تشوف اللعيبه كويس. فانت يعني عندك ما عندكش مشكله ان انت لا عندي مشكله اشتغل، انا بحب الشغل جدا، وما عندي انا يعني في بدايه شغلي رحت سافرت بره مصر، سافرت العراق في وقت كان ما كانش الدنيا كانت احسن حاجه، اشتغلت مع كابتن يوسف، بدايتي كانت في 9 سنين في نادي الاهلي، وكنت ماسك مدير فرع اكاديميه، فما عنديش مشكله في الشغل. بص، اللي عايز ينجح بيحاول يدور على اي حاجه ينجح بيها، والاهم حاجه يكون معاه ادوات كويسه ويكون واثق في نفسه ويكون معاه تيم كويس يقدر ينجحه، فانا ما عنديش مشكله ان انا ابدا فين، المشكله انك اهم حاجه انك تبدا ازاي. البدايه فين؟ ممكن تبدا في نادي كبير جدا، في مدربين بداوا في انديه كبيره يحدث توفيق بالظبط وما اشتغل ما كملوش، وفي انديه بداوا من تحت وما كانوش حد ما كانش متوقع لهم قوي، فهو التوفيق كان معاهم والدنيا مشت. انك تختار المكان اللي تشتغل فيه شويه مش بالسهوله اللي انت متخيلها،
ولكن هو في الاول وفي الاخر هو التوفيق بتاع ربنا، ولكن انت بتسعى بتعمل اللي عليك، تاخد المعطيات كلها اللي معاك، تعرف تختار كويس، ودي مهمه، نقطه مهمه جدا، تعرف تختار المكان اللي هتشتغل فيه، تعرف تختار الناس اللي هتشتغل معاها، لان الناس اللي هتشتغل معاها دي ما ينفعش يبقى انتوا ناس ضد بعض، لازم دايما يبقى ناس ده مهم قوي، ده دي اهم حاجه، اهم مهم حاجه قوي، لانه الواحد بيشوف يعني مش انا لكن عموما يعني الواحد بيشوف ان الشغل طول ما انت بتشتغل مع ناس ضدك او ناس مش عايزاك او ناس كذا تبقى الامور صعبه جدا، او حتى لو عايزاك بس مش بطريقتك، بس مش بطريقتك. برافو هو عليك، هو برافو عليك. هو دي الخلاصه، هو ما فيش حد هيجيب حد يبقى ضده، لكن هو شايف ان هي دي طريقته المناسبه. طب لو انت شايف ان دي طريقتك المناسبه، انت جايب الناس دي ليه؟ جايب الراجل ده ليه؟ ده كويس جدا، ولكن خلي بالك ده من الاول خطا، لانه انا جايب عادل مصطفى، ما انا عارف طريقه عادل مصطفى، ما انا جايب عادل مصطفى ليه بالظبط، فما ينفعش اشغل عادل مصطفى بطريقتي. ممكن نتواصل في النص لطريقه في المنتصف ونشتغل بيها، لكن والنادي الاهلي، النادي الاهلي اللي بيديره لعيب الكوره على مر العصور، اللي بيدير النادي الاهلي لعيب الكوره، ولعيب الكوره ناس ليجند يعني ناس اساطير، عمرهم ما اتدخلوا مع مدير فني في حاجه، ودول الاولى ان هم يتدخلوا. يعني لما تيجي مش يعني بكل الاسماء، يعني لما اجيب كل الاسماء من اول ما النادي الاهلي رؤساء الانديه او مديرين الكوره او اي حاجه، هتلاقي ان انت وانت بتلعب وانا بلعب والجيل اللي بعدي واللي قبلي واللي من 20 سنه واللي من 40 سنه واللي 50 سنه، ما فيش حد كان بيتدخل. صح، ودول الاولى ان هم يتدخلوا. دايما بشوف ان الاولى انه يتدخل لو انت عايز تتدخل، واحد لعيب كوره، واحد عنده سي في كويس، عنده شخصيه كويسه، لان مش كل الناس اللي لعبت وعندها سي في كويس هم شخصيات كويسه في الكوره، بمعنى مش شخصيات كويسه ان هم كشخص كبرسوناليتي يعني، لا، كان هو يقدر يدير يبقى مدير كويس. مش كل الناس اللي كانت نجوم كبار اشتغلوا، بدليل ان كل جيل ممكن تلاقي فيه واحد او اتنين هم اللي بيعرفوا يشتغلوا كويس او هم متالقين في شغلهم، ولكن وبقيه الجيل كان عندهم صيت كويس وعندهم نجوميه في اللعب، لكن ما عندوش نجوميه ما بعد اللعب. بس يعني خلينا نروح للنادي الاهلي. النادي الاهلي هذا الموسم بدا انا بشوف راحه جيده، ثلاث أسابيع راحة جيدة جدا، ثم بداية فترة إعداد يومين هنا، ثم سفر إلى النمسا بنهاية اليوم النهاردة، مباراة ودية مع فريق جيد الحقيقة، بكرة يرجعوا بالسلامة. شايف البداية بعد الأجازة إزاي من وجهة نظرك، وغياب 10 لاعبين عن المباراة الودية، ولا المدربين بينظروا لأمور أخرى في مثل هذه المباريات؟ بص، النادي الاهلي كان بقاله فتره طويله قوي ما اخدش الـ 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 الوقت ده، ما اخدش الوقت الكافي انه يريح لعيبته ويبدا من فتره من اول وجديد. ويمكن الموسم اللي فات اللي فرق فيه قوي هي الراحه اللي اتاخدت في اول في بدايه الموسم، اللي هي في اخر الموسم اللي قبل اللي قبل اللي فات، القرار بتاع الكابتن القرار كله ان احنا في لعيبه هتقعد خلاص. ده كان احسن قرار، لان انت كانت اللعيبه قبلها كانت لعيبه مستهلكه. صحيح، اللعيبه مستهلكه واللعيبه محروقه بدنيا. صح، ولعيبه يعني ايه ما بتاخدش الشغل الكافي ان يخليها واقفه على رجليها. مزبوط. كانت بعيد، اللي كان اجازات ال 18 يوم وال 20 يوم وال 8 ايام، وكانت الاجازات كلها شبه بعض، يعني اللعيبه كلها، اللعيب اللي بيلعب كتير، يعني لعيبه المنتخب اللي بتلعب 120 دقيقه كانت بتاخد راحه 12 يوم، واللعيب اللي ما بيلعبش خالص كان بياخد راحه 12 يوم. اوكي، فالاثنين ما ينفعش، ده ما ينفعش، ده ما ينفعش وده ما ينفعش. أوكي. فانت بالتالي وصلت لغايه لنهايه الموسم انت كان عندك لعيبه بدنيا استهلكت، ولعيبه ثانيه بدنيا مش واقفه على رجليها. الوقفه بتاعه انك تبدا تريح الناس اللي كانت مستهلكه وتبدا تلعب الناس الثانيه دي كانت نقله كويسه جدا، ودي اللي فرقت مع الاهلي السيزون اللي فات كامل. النهارده احنا بقالنا كتير قوي ما رحناش معسكر وعملنا ماتشات، ما كانش عندك رفاهيه الوقت دي من اعتقد من ما قبل كورونا، يعني ما قبل 2020. يعني ما اخدناش معسكر كامل انك تبقى مريح وترجع تشتغل، اللي هو الطبيعي اللي احنا عارفينه. طبعا هو الوقت مختلف، طبعا طبعا احنا كنا بنعمل كده في شهر 8 او 7 بالظبط، 7 او 8 7 7 دايما 7 وبترجع. صح، تلعب على اول ماتش في افريقيا. صح، كان دايما ماتش افريقيا يوم 2/8. صح، فبتاخد الوقت بتاعك الراحه بتاعتك كده زي ما انت بتقول. صح، وبترجع تلعب ماتشات افريقيا بتاعتك الدور ال 16 او دور الثمانيه وبتشتغل عادي، لكن دي بقى لنا كتير ما اشتغلناش فيها. صح، كل الراجل شاطر في ان هو معاه تيم كويس، معاه ستاف كويس بيعرف يشتغل النواقص، مش بيشتغل على اللعيبه اللي بتلعب بس. لا، بيشتغل على الفرقه كلها. لما بتيجي السنه فاتت الناس اللي بعيده بتيجي تلعب تبقى كويسه، تدخل في الجيب، تدخل في التراك وتمشي معاه. بتحس بفرق ما بين اللي بيلعب واللي ما بيلعبش خالص، بدليل ان انت حتى بدنيا يعني. ما هو بدنيا، ما بص، طول ما لعيب الكوره بدنيا واقف على رجليه
الفنيات بتاعته بتبان احسن. طول ما انت اللعيب اللي بيقعد فتره طويله ما بيلعبش بيرجع بيقول لك طب اديني وقت عشان ارجع، فلما بتيجي تاخد وقت عشان ترجع ما بتلحقش، فبتروح قاعد تاني. تبقى قاعد تاني صح. فانك لازم تجهزه بدنيا كويس عشان يبقى موجود رجليه معاك في الملعب تقدر تحتاجه في اي وقت، وده اللي حصل السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان في روتيشن كويس جدا في الماتشات الكبيره وماتشات صغيره، يعني الماتشات الكبيره كان في ناس بتلعب وماتش كبير بعده في ناس ثانيه بتلعب، دي ناس تاخد دور. يعني ممكن تلاقي احمد عبد القادر واخد ماتش مثلا الهلال، وتلاقي شريف واخد ماتش تاني، وتلاقي طاهر واخد، فالامور كان فيها شويه الروتيشن كان محسوب، وكان محسوب بعقلانيه ان انت كمان اللعيبه دي واقفه على رجليها، فبالتالي هو قادر يختار كويس. طيب بدايه معسكر جيده، راحه جيده معسكر الحقيقه، كل الاخبار اللي جايه لنا من هناك كلها اخبار رائعه. كونك تفوز برضو على فريق بيعتبر من الربع الذهبي في الدوري السلوفيني، اعتقد برضو اللي انا عرفته يعني ان هو فريق جيد من الناحيه البدنيه ومن الناحيه الفنيه ومن الفرق اللي صعب ان هي تتغلب يعني، فبدايه اعتقد ان هي بدايه جيده. طبعا بدايه جيده في انك تكسب، وبدايه جيده انك معظم اللعيبه بتشارك، ومعظم اللعيبه بتشارك بشكل منتظم، يعني مش انت مش مضطر تلعب لعيبه دلوقتي عشان عندك مباراه كمان اسبوع او 10 ايام، انت مش مضطر تقف على تشكيل، لا انت موجود. اول مره الاهلي يدخل من اربع او خمس سنين فاتوا النادي الاهلي يدخل سيزون عنده اختيارات كتيره، انت النهارده لما تيجي تكتب تشكيل عادي اي حد يلعب، اللي موجودين يلعبوا، اللعيبه اللي جت واللعيبه اللي موجوده، اللعيبه اللي موجوده اي حد فيهم يلعب. بمناسبه كلامك النهارده مين اللي جاب الاجوان؟ كهربا، صلاح محسن وزعلوك. بالظبط، يعني بالظبط الكلام اللي انت بتقوله بينطبق على اللي حصل. واحد كان بيلعب اساسي، ايوه، وواحد جاي من اعاره، وواحد ناشئ، واحد شاب. ودي حاجه من الحاجات انا شايف ان هي احسن حاجه عملها كولر في النادي الاهلي، ان هو خلق منافسه جديده بين اللعيبه، وهو انا شايف شخصيته هو النادي، يعني انا شايف شخصيته هو هي دي شخصيه النادي الاهلي، هي دي شخصيه النادي الاهلي كادارته للماتشات وما بعد الماتشات وما قبل وتصريحاته ووقت التجديد. انت يعني احنا نعرف حاجه عن التجديد؟ ايه اللي حصل في التجديد؟ ما نعرفش حاجه. الراجل هو عايز حاجات طبيعي، لا هو ما اتكلمش فيها ومع كابتن. لا لا بسمع. طبعا هو ما هو نفسه اتكلمش. هو ما اتكلمش لما كان معاه وكيله طلع اتكلم، قال لك انا جاله وانا كوكيل نصحته بان هو يروح العرض السعودي مثلا. ان العرض السعودي جاله قال لك مش عارف خمس اضعاف او اربع اضعاف ما يتقاضاه هنا في في, في, في النادي الاهلي، ولكن الراجل كان مصمم على كده. هو عارف قيمه المكان اللي هو فيه، وهو اعتقد يعني اللي عمله هنا هيخليه يشتغل كتير هنا. يعني انا شايف ان اقل عقد ممكن يعمله سنتين ثلاثة، وممكن لو الدنيا ماشيه كويس في النتائج هيكمل، لان النادي الاهلي لما بيلاقي البروفايل ده بتاع المدربين صعب تلاقيه زي جوزيه بيسيبه يكمل يعني. بالظبط، هو النادي الاهلي بيحب يدي العيش لخبازه، هو خد اشتغل وانت اشتغل خلاص الدنيا ماشيه كويس. بمناسبه العيش لخبازه، النهارده كان احد الاعلاميين ماشي يسميهم زي ما انت عايز كان بيتكلم على انه او امبارح، انا اتكلمت في الامر ده امبارح تحديدا، انا عايزك تتكلم، مالكش علاقه طبعا مش، ولكن انا قصدي عايزك تتكلم من الناحيه دي، لانه لما يتقال ان الكابتن خطيب او اداره الكوره في النادي الاهلي هي اللي ماشيه المدرب وهو مدرب ضعيف، ايه رايك في هذا الكلام؟ مدرب كولر يعني مش عايز اعرف مين اللي قال كده، بس يعني ما يعني لا مش لازم تعرف، بس يعني انا بسالك انت، انا بسال هو ضعيف؟ مصطفى. لا يعني راجل ضعيف ايه؟ راجل عمل، حد قال كده من ثلاث ايام. هو عامه اللي بيبقى عارف النادي الاهلي كويس مش هيقول كده، لو حد قال كده هو لا دخل جوه النادي الاهلي ولا عارف الدنيا بتدور يعني. ماشي، ما ينفعش تقول كده. طب ما عايز اقول لك حاجه، موسيماني اتقال عليه ضعيف و لا، بس انا اقول مثلا كذا حد قال، ممكن اروح اقول ايه؟ عادل مصطفى ضعيف. ايوه ضعيف من ناحيه ايه يعني؟ ما انا بقول ما بيعرفش يقود مباريات ازاي الراجل، بيحط تشكيل كويس لكن ما بيعرفش يقود. الراجل فاينل افريقيا قسم الجيم كويس جدا، ولعب مباراه القاهره كويس، ولعب مباراه المغرب كويس، وراجل واخد هو انا سوبر بالنسبه لي انا لما اجي يعني اتكلم على مدير فني، حضرتك لما تيجي تتكلم على مدير فني بتتكلم بتقيم المدير الفني من انجازاته طبعا، يعني لما تيجي تجيب واحد من بره بتشوف انجازاته ايه، وبعد كده تشوف البروفايل بتاعه او شخصيته تتناسب معاه ولا لا. صح. فانت واحد جايب خمس بطولات، دخل خمس بطولات، خد خمس بطولات، طب انا هسمع له مع هل المطلوب منه الراجل ده نسمع له ليه؟ طيب بالظبط هو ده اللي انا عايز اسمع له ليه بعيدا عن دي كمان،
لان دي صح. لكن انا بتكلم على الجانب الاخر، هل عمرك في تاريخ النادي الاهلي حد ظهر قدامك قال لك ان، وانت لعبت فتره طويله في النادي الاهلي، حد قال لك قدامك ان مثلا كابتن صالح سليم الله يرحمه حط تشكيل فريق مثلا مستحيل للمدير الفني؟ على فكره انا قلت حسن في بدايه الحلقه قلت ده الحلقه الاولى ان الناس اللي بتتكلم في الكوره هم الناس اللي يعني اللي عندهم يعني عندهم كم كبير جدا من البطولات، لو اتكلموا كله هيحترق وكلام وهسمع، لكن الناس دي بتتكلمش. يعني دايما كابتن صالح الله يرحمه لما كان بيجي يدخل في المحاضرات قبل الماتشات بيوم، دايما عمره ما كان داخل محاضره ماتش، بيجي لك قبل الماتش بيوم، بيجي لك بعد الماتش بيوم في النادي، عمره ما اتكلمك في الكوره، بيكلمك دايما في روحك في شخصيتك، عمرهم ما اتكلموا في طريقتك مع الحكام. كابتن خطيب جه كان يعني انا في الوقت اللي كنت موجود فيه كابتن خطيب جه مشرف على الفرقه في الوقت اللي كان ماسك فيه كابتن فتحي مبروك، عمره ما اتكلم مع حد في كوره، عمره هو كابتن فتحي مبروك اللي بيعمل كل حاجه والدنيا ماشيه تمام وما عندوش مشكله. اي حد يمسك النادي الاهلي لو جبت ولد صغير او مش عارف ولد صغير، واحد صغير في السن كمدرب ويمسك في النادي الاهلي هيتعامل نفس المعامله اللي بيتعاملها اكبر واحد، لان دي السياسه، هو ده النادي طول عمره. النادي ماشي بالطريقه دي بالاسلوب ده، ما ينفعش تغير. مش هتعرف تغير، ما بتغيرش، انت هم الناس ما بتعملش كده. كل واحد بيشتغل الشغلانه بتاعته، كل واحد بيشتغل شغلته وعارف ايه يعني المفروض يعمل ايه ومفروض ما يعملش ايه وبيشتغل عليها، وفي الاخر في ناس بتحاسبك او الاكبر منك بيحاسبك يعني بدليل بقى. بدليل ان موسيماني جه مشى بادجي، طب ما لو الاداره كده كانت قعدت بادجي، بدليل ان كولر عايز يمشي حد فهمشيه ايمن اشرف ده من كباتن الاهلي، فلو فايلر كان عايز يمشي حسام عاشور الاداره ما يعني خلاص ماشي حسام عاشور صح ولا صحيح. الناس كلها ما كانش حد بطل، ما كانش كابتن خطيب بطل صحيح، ما كانش كابتن صالح بطل، ما كانش الناس دي كلها بطل، خلاص كانت لعبت براحتها، كان وليد سليمان كمل، وليد سليمان لغايه دلوقتي قادر يلعب فعادي. فكل واحد مدرب بيجي بيتقال هو بيشوف عايز ايه وبيعمله، بدليل ان المحترفين او اي حد بيدخل النادي ما بيدخلش الا عن طريق المدير الفني بالظبط. بس فدي نقطه يعني بص خد بالك برضو احنا في نقطه بعيده عننا قوي، ان احنا واحنا بنتكلم ما بقيناش عارفين ايه اساسيات الحوار. يعني ايه يعني انا مش عارف وانا بتكلم الكلام ده امبارح اصلا بجد والله، قلت يا جماعه انه انا في اي حوار اعلامي ما ينفعش اقول كدنسه مثلا، لا ما يعني ما ينفعش اقول حوار، انا اجيب امام عاشور في ظل مثلا وجود واحد زي حمدي فتحي مشي من النادي الاهلي، واحد قيمه كبيره جدا، شلت واحد جبت واحد، نعم شلت واحد والاثنين بيلعبوا منتخب مصر. ما هو النادي الاهلي لما بيفكر في اللعيبه اللي بتلعب في منتخب مصر، فكر لعيبه بتلعب منتخب مالي، فكر لعيبه بتلعب منتخب لو محترفين يعني انت فاهم. فبما ان واحد من لعيبه منتخب مصر مشي، فلو قادر ان انا اجيب واحد من لعيبه منتخب مصر للنادي الاهلي فانا هعمل كده. ما عملتش كده ليه؟ ايه كده النسا؟ ايه كلمه كده النسا؟ والله هو انت بص، ما احنا لو كل الناس، انا مش هذكر اسماء حد يعني، بس لو كل الناس بتفكر بالطريقه اللي هي النادي الاهلي بيفكر بيها او اي حد من النادي الاهلي بيفكر بيها، هتلاقي الامور مشيت لسنين طويله. بالظبط. الاداره في مصر او معظم الناس اللي بتدير في مصر بتدير لوقت قليل، بتدير لفتره صغيره، بيدير سنه وبعد سنه ما اعرفش فيه ايه، يعني ممكن يبقى عنده لعيب مش متجدد عقده لفتره طويله، يقعد معاه سنتين وفاضل له سنه ويخلص مش مجدد عقده. الناس ما بتشتغلش، الناس بتشتغل يوم بيومه. الاهلي فيه ميزه بغض النظر عن مين رئيس النادي، عشان بس مش هذكر اسماء رئيس، كل طول الوقت الناس بتفكر لقدام، اللي موجود دلوقتي بيفكر للي جاي. صحيح. انا مش عايز اعمل مشكله للي جاي، فكل واحد لا بيفكر للنادي. الناس النهارده انت عندك كوادر، لما بتيجي تتكلم في كوادر عايز تجيب اي حد بتجيب، لا لو عايز تجيب مدير كره هتلاقي، عايز تجيب مدربين هتلاقي، عايز تجيب ولاد النادي في القناه بتاعتك هتلاقي. فالناس موجوده وناس مستمره، في استمراريه. لما بقاش ان انا بشتغل دلوقتي وبعد كده كمان السنه الجايه ما اعرفش مين عندي بقى، مين ولادي مين مش ولادي. فدي نقطه مهمه جدا، وانا شايف برضو ان الناس اللي ما بتبقاش قادره تحقق حاجه دايما بيبقى كلامها اكتر. انا دايما شايف اللي بيشتغل كلامه بيقل دايما. يعني انت طول ما انت شغال كلامك بيقل وعايز تشتغل بس، طالما مفيش شغل وانت مش قادر تشتغل كلامك هيزيد وهتقعد تحرق في كلام على الفاضي وتقول كلام مش حقيقي. فانا شايف برضو ان في حاجات كده برضو احنا لازم نعديها. حاضر. نرجع تاني للماتش. شايف ان المباراه دي بروفا جيده لمباراه السوبر اتحاد العاصمه؟ هو مش المباراه، هو المباراه دي مباراه تدريبيه جوه حصه في المعسكر. مش لازم يكون المباراه بقوتها ايه، على قد ما يكون الشغل جوه المعسكر ايه، التدريب.
الروح اللي جوه المعسكر، التعامل اللعيبه مع بعض، تعامل اللعيبه المدربين. المعسكر ده كان معسكر مهم جدا، لان انت برضو في كذا لعيب جديد عندك في الفرقه دخل في اجواء مختلفه، برضو ما جاش دخل على الماتشات على طول، ودي نقطه من النقط المهمه جدا. ان في لعيبه بتدخل في اوقات تدخل على الماتشات على طول، يعني ممكن يجي لك في يناير لعيب يدخل معاك على الماتشات على طول، تبدا تشوفه يبدا يعني تاني يوم او تالت يوم يدخل الملعب يلاقي فيه جمهور ايا كان بقى عدده، وفي ماتش، وفي الامور شويه بتبقى فيها خضه. لكن لما بتيجي تاخد وقت مع الفرقه في فتره اعداد وفي معسكر وفي لعيبه بتتعامل مع بعض وفي جهاز بيتعامل مع بعض، بتبقى الامور شويه احسن واسهل للعيب اللي بيدخل على الفرقه جديد. فانا شايف ان هي المعسكر مش بقوه المباراه على قد ما انت اللعيبه في انسجام مع بعض، في تدريب كويس، لان انت في وقت كتير جدا احنا لعبنا ماتشات افريقيا من غير ماتشات وديه اصلا، يعني ساعات بتعمل معسكرات. ايوه صح، ما كانش في اصلا ماتشات وديه، ما كانش بتحسب لها، كنت ممكن تعمل ماتشات وديه فرق بقى اوروبيه او حاجه بعد ماتشات افريقيا. لكن في بدايه السيزون مش شرط يكون عندك مباراه كبيره، ممكن يبقى عندك مباراه تقدر تطبق فيها اللي انت عايزه وتقدر تتعامل فيها مع اللعيبه بالشكل اللي انت هتطبقه في الموسم. يعني يعني في ظل هذه الاجواء اللي انت شايفها، وفي ظل انا الحقيقه شايف جماهير كتيره بسم الله ما شاء الله في المباراه، في ظل هذه الاجواء وفي ظل الاجواء الجميله والرائعه، العوده بقى للقاهره ان شاء الله بكره جو مختلف، هتبتدي تفكر للفتره القادمه لغايه يوم 15 ازاي؟ اعتقد قبل المباراه يعني الفتره دي اعتقد الجهاز الفني شاف مين اللعيبه هتبقى موجود معاه الفتره الجايه، شاف مين اللي يقدر تبقى البدايه عنده، لان وارد ان يبقى في لعيبه تقدر تبدا وفي لعيبه ممكن تبدا تدخل معاك بعد البدايه بشويه، ممكن اول اربع خمس ماتشات دول ممكن تلاقي لعيبه موجوده، ممكن بعدها تلاقي لعيبه تانية موجوده. وده اعتقد كولر يعني بترتيبه لاوراقه ان هو دايما بيسجل كل حاجه وبيداوم كل حاجه، وانا شايف ممكن يبقى يبدا بناس وممكن بعد شويه يبدا بشكل تدريجي الناس الصفقات الجديده، او في حد من الاولاد الصغيرين ممكن يبقى موجود بعد فتره. فانا شايف ان هي يعني فتره تدريبيه تبقى كويسه، والنادي الاهلي هيدخل، النادي الاهلي لما بيدخل ماتشات دي، ماتشات الافريقيه او الماتشات اللي هي اللي فيها نوك اوت، بيدخل فيها ووقتها وفي وقت راحه قبلها كويس، بيبقى فيها ماتشات كويسه. عجبك كولر؟ انا يعني من احساسي لسه ما سمعتش رايك. كولر احسن، انا شايفه احسن مدرب دخل في النادي الاهلي بعد جوزي كبروفايل. كبروفايل مدرب سنه يعني شفت ده في سنه بس خلي بالك جوزيه انت قلت عليه كده بعد ما شفته. لا 2000 ادي 2 3 اصلا لعبت مع جوزيه. طبعا فجوزيه لا انت قلت عليه بعد، لكن جوزيه ما كانش، ممكن يكون ما كانش اول فتره ما كناش برده الفرقه ما كانتش مكتمله، كان الفرقه كانت ثلاث ارباعها ناس تحت السن، ولكن قدر ياخد بيها بطوله افريقيا، خدنا بطوله افريقيا 2001 وخدنا بطوله سوبر 2002 ولغايه اخر مباراه، مباراه زمالك 6-1، مباراه الاسماعيليه 4-4، والدوري ضاع منك في اخر اسبوع بعد ما كنت بعيد. بعد كنت بعيد خالص، ولما جوزيه جه كمان كان ضاع مننا كام اول خمس ست اسابيع في الدوري، ضاع مننا ماتشات كتيره، فهي دي اللي خلتنا نرجع متاخر. حتى لما جه الولايه الثانيه اللي كان فيها بوتريكا كان برده جه كان بعيد وبعد كده بقى مركز ثاني، فهو كان عنده بوادر. خد بالك الكوره او الفنيات جزء لا يتعدى 40 او 50% في الكوره. المدرب الفنيات بتاعته 40 او 50%. أوكي. ادارته للفرقه وادارته لجهازه وادارته للمنظومه اللي هو بيشتغل فيها هي الشغل الاكبر. خد بالك انت ممكن يبقى انت فنياتك ممكن تبقى موجوده اعلى في فرقه قليله، فرقه صغيره بتقعد تشتغل معاها كتير وبتقعد تحفظها كتير وبتقعد تشتغل على حسب العقليات اللي موجوده. الفرقه الكبيره العقليات بتبقى شويه ناضجه، الناس طول الوقت بتلعب على بطولات، لو بتلعب على بطوله فالمعلومه بتوصل اسرع شويه من ان انت تشتغل مع فرقه تانية. اداره بقى الفريق هو ده اهم، يعني الوقت اللي كان فيه جوزيه اللي انتوا كنتوا موجودين فيه الحقبه التانية اللي هي من 5 و4 و5 و6 وبعدها، جوزيه فنيا مش هو يعني مش هو جهبز، يعني مش هو احسن حاجه فنيا. لا والله فنيا كان بيشرح لنا حاجات، انا وجهه نظري طبعا. لا هو كان بيشرح، ولكن كان قدرته الاعلى في ان هو يدير المنظومه، انه يدير الناس دي، يعني الناس دي اللي بتلعب اللي موجوده، الفرقه اللي فيها 11 واحد او 12 واحد في منتخب مصر، وفي الناس اللي بره لعيبه كبار والناس الصغيرين بيلعبوا في منتخبات، انه يدير ده هو ده الاهم. انه يدير المؤتمرات مهم، انه يدير الحوارات الصحفيه او انه يتعامل مع الصحفيين جزء تاني، انه يتعامل مع الاداره جزء تالت.
فانت المدير الفني للاهلي مش حاجه واحده، عمرك ما تقول ده الراجل ده فنان هايل فاحنا نجيبه، لا الراجل ده يعني مثلا الراجل ده شخصيته قويه جدا بس في حاجات ما بعرفش يديرها، لا ما هي مش لا بقوه شخصيه وخلاص ولا ان انت بتبقى فنان في الملعب كويس، لا انت محتاج حد يقدر يدير منظومه كامله بشكل كويس من غير مشاكل، لان في شخصيات قويه بتدخل في صدامات مع لعيبه ويعمل لك مشاكل، وفي واحد تاني هادي. يعني انت الراجل ده ايمن اشرف ما لعبش معاه دقيقه صح؟ ما لعبش معاه خالص، ما فيش مشكله والدنيا هاديه، ولما بيتسال عن ايمن اشرف بيتكلم عليه بكل احترام، بس تعود على الراجل طبعا وتعود على اللاعب والشخص وعلى النادي، لان النادي كمان طبعاً. قافل الاهلي بيقفل العلاقه اللي ما بين اللعيبه والجهاز، النادي الاداره ما لهاش دعوه صح. في الانديه الثانيه انت اي لعيب صغير ممكن يبقى لعيب ناشئ يروح مكلم رئيس مجلس اداره انا عندي مشكله مع المدرب، فدي مشكله ثانيه خالص احنا دي قصه ثانيه. دي قصه ثانيه عمرنا ما بنوصل لها دي الحمد لله الحمد لله. طيب الاستعدادات وكل هذه الامور شايفها ازاي برضو؟ يعني اربع خمس ايام كان معاك الفرقه كلها، وبعدين في النص منتخب، اربعه منتخب مصر الاول، ثلاثه منتخب مصر الاولمبي، ثم الثلاثي بيرسيتاو وديانج وعلي معلول. والله شايف الاهلي، النادي الاهلي متعود على الحاجات دي. خلينا برضو نشوف الفترة اللي فاتت اللي كان فيها كاس عالم أندية، والفترة اللي كان فيها سوبر برضو، كان ماتشات زمالك وماتشات كبيرة، ولعبت منتخب يعني في وقت مثلا كاس العالم أندية لعبت منتخب كانت لعبة 120 دقيقة، كانوا لعبين 120 دقيقة أربع ماتشات ورا بعض، وراحوا وفي ناس راحت لعبت في كاس عالم أندية ما كانتش بتلعب في المنتخب، والأمور مش بشكل كويس. مش هقول دايما الأهلي بمن حضر، ولكن الأهلي متعود على الحاجات دي، الأهلي متعود إن اللعيبة تروح منتخب لعيب تروح منتخب بتعرف تشتغل منتخب بعد كده تفصل ترجع تاني، فالاهلي متعود على ده بيعرف يشتغل فيه كويس. واللعيبه كمان لعيبه ناضجه، لعيبه يعني مش اللعيب بيروح يعني اللعيب اللي بره الاهلي ممكن يروح يركز في حته يفصل بعدها ما يقدرش يكمل تركيز. الاهلي بياخد بطولات الكبيره ليه الطويله ليه؟ لانه بيعرف يركز على طول، بيعرف يفصل. في ناس تانية ما بتعرفش، في ناس تانية خلاص كسب او عمل ماتش كويس بياخد له ماتشين ثلاثه يكون راحت منه الطوله. فانا شايف ان لا يعني الاهلي يقدر، الاهلي يقدر اللعيبه تقدر تروح تشتغل. اعتقد ممكن لو اتشالت مباراه بس كده من مباراه تونس دي هتلاقي الامور يعني احسن شويه. لغايه عايز برضه اسالك في هذه النقطه، انت كنت مع ايه؟ يعني هل انت كنت مع ان المنتخب يسيب لعيبه النادي الاهلي في ظل عدم احتياج المنتخب ووصول المنتخب الى كاس الامم الافريقيه، وبالتالي هي مباراه تحصيل حاصل بدليل ان انت في الاخر وانت بتوزع البيان بتاع اعتذار كابتن محمد صلاح عن هذه المباراه قلت ان هي مباراه تحصيل حاصل؟ انا الحقيقه بالنسبه لي انا ما فهمتش، ما اعرفش رايك. يعني انا رايي ان احنا الحاجات دي كانت محتاجه تترتب بدري شويه، بدري صح، محتاجه تترتب ومش محتاجه تظهر الاعلام. يعني الحاجات دي مش محتاجه تروح وبعد كده نحل المشكله، يعني الموضوع لو اتحل او الناس اتكلمت فيه قاعدة. وده عادي، وقعدات اللي هي انا الراجل لحد مندوب من النادي يروح الاتحاد او حد مندوب من المنتخب يزور النادي التدريب والدنيا تمام. وانا شايف ان ده، وانا شايف ان فيتوريا عمل ده، فيتوريا راح لكل الفرق، صحيح راح لكل الفرق حتى في قطاعات الناشئين. الله يديله الصحه كابتن حسن شحاته كانت في ايه؟ كان بيجي لجزئيه التمرين، بيجي لجزئيه التمرين عادي خالص ويقعد ويتكلم معاه ويهزر ويضحك ويعمل وبتاع، وبعدين مش من المفترض ان فيتوريا يعمل كل حاجه برضه، هو راح ولف واول ما مسك يعني وجاب المدربين كلهم. طب المدربين كلهم اتغيروا دلوقتي، عمل ايه؟ قصدك ليه محتاج لفه ثانيه؟ لا انا شايف ان هو انا بشوف ان لا يجب ان يكون هناك تواصل مع الانديه مش مع المدربين. الله ينور عليك، مع الانديه مش مع المدربين، وده ودي حاجه الكوره من خلال على الاقل الانديه اللي انت بتاخد منها لعيبه اكتر. بالظبط، برافو عليك. مش عيب يعني لعيبة. الاهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر، الفرق اللي انت فيهم لعيبه والاكتر الفرق اللي عندها بطولات تانية غير البطولات بتاعتك، صح كده. دوري، كاس، سوبر، افريقيا، فدول الاولى ان انت يبقى في تواصل معاهم. فانا كان رايي ان يبقى في تواصل من بدري، والموضوع اصلا المشكله ما تروحش، يعني المشكله ما تروحش، ما يبقاش في مشكله اصلا. مباراه اثيوبيا تخلص، وشايف مباراه تونس فرصه برضو ناس تانية، ناس تاخد ال بالظبط ان ناس تانية تلعب. هو عيب لما تقول، انا وجهه نظري برضو عيب ان انت لما تقول ان انا محتاج الاربع لاعبين بتوع النادي الاهلي. طبعا ما هو دول الافضل من وجهه نظرك ومن وجهه نظر كل الناس، ولكن انت عندك كل فريق فيه 30 ولا 35 واحد متايدين بالناشئين اللي فيهم، في اضرب في 18 شوف كام لعيب.
لا على الاقل حتى اللعيبه اللي موجوده معاك، يعني هو لو قائمه المنتخب انا شايف ان في لعيبه دخلت كتير جديده، وكان في لعيبه اوريدي موجوده قبل كده، فكان ممكن يعني اللعيبه دي ممكن تاخد. وانا شايف ان لو، ومش النادي الاهلي بس، انا شايف ان لو ده عند اي نادي في مصر يتعمل كده، يبقى في تنسيق قبلها، وان الامور تمشي بشكل بهدوء خالص، ان اللعيبه دي تخرج ايا كان، مش عشان النادي الاهلي بس، اهلي زمالك بيراميدز مقاولين فيوتشر كده، خلي بالك ما شاف فيها مشكله. انا مش شايف برضو، اصل انت في الاول وفي الاخر انت دي منتخب مصر ونادي بيمثل مصر، النادي ده مين بقى، اهلي زمالك ايوه، خصوصا ايا كان. لا خصوصا ان مباراه منتخب، انت عارف هي لو مباراه منتخب مصر، مباراه وديه، مباراه وده والثانيه تحصيل حاصل، ليس لها تحصيل حاصل. لو المباراه مثلا دي هتكسب لازم تكسب، عشان ما حدش، هو حد كان اتكلم او حد كان اقول لك حاجه يعني، مش يعني اتفضل. لا لا اتفضل طبعا. قبل كده لما كابتن حسام ما كانش بيعمل ماتشات، ما كانش كابتن حسام بدري لما كانش بيجيب اللعيبه وعمل ماتشات اتلام عليه كتير، فممكن يكون الفكره انك مش عايز تسيب اللعيبه عشان ما يتقالش ان انت قصرت في حق المنتخب. بس انا شايف الموضوع بسيط، يعني شايف الموضوع هو محتاج اداره، الموضوع بسيط، والموضوع مهم في التوصيف. صحيح، التوصيف دي كلمه مهمه جدا، لان انت ساعات الناس بتشرح الموضوع غلط، مش الاتحاد ولا انا، في العموم دايما احنا في كل مشاكلنا انك بتشرح المشكله غلط، مع ان انت القعده تخلص كلمتين زي ما انت بتتكلم. الموضوع بسيط على فكره، انت كمان في حاجه كويسه ان المديرين الفنيين اجانب، فيقدروا يبقى في حوارات بينهم، الموضوع سهل. الراجل اذا كان اهلي اذا كان زمالك اذا كان بيراميدز، الثلاثه اجانب. صحيح، فانت فالامور بالنسبه لك سهله، و ولغه الحوار بينكم، يعني لو جبت الراجل ده بالمترجم بتاعه وجبت الراجل ده او ما جبتلوش مترجم وقعدوا اتكلموا مع بعض، الامور انا شايف الامور بسيطه، يعني الامور ابسط من ان احنا نروح لمشكله. عموما كلام جميل جدا الحقيقه مع النجم عادل مصطفى، ولكن خلينا نطلع نشوف تقرير عن من هو البطل التاريخي للسوبر الافريقي، النادي الاهلي طبعا، ونرجع نكمل. عادل، برضو عايز اسالك عن اهميه المعسكرات الخارجيه، يعني هل بيبقى في فارق ما بين المعسكر الخارجي ولو حتى عملت معسكر جوه مصر؟ طبعا. ايه بقى المعسكر عامه في العموم، يعني المعسكر مفيد جدا للعيبه، مفيد جدا للجهاز، بالذات لما يكون عندك لعيبه جديده، وانك نفسيا هو اهم حاجه، وفي جزء برضو احنا الجزء النفسي ده لازم ما نغفلوش، لان انت طول الوقت عندك لعيبة الأهلي طول الوقت عندها تحديات، طول الوقت عنده ماتشات، طول الوقت عنده بطولات، طول الوقت عنده انتقاد جماهيري كبير جدا، فأنت محتاج تفصل الوقت اللي أنت بتاخده، اللعيبة اللي بتاخده الأربع خمس أيام اللي بيفصلوا بيهم، اللي بيسافر أو مع عيلته أو بيسافر في أي حتة، مهم جدا الوقت بتاع إنك تبقى عندك معسكر خارجي. المعسكر الخارجي شوية بتبقى ما عندكش قيود، اللعيبة بتبقى بحريتها أكتر، لان انت هنا لو انت موجود في القاهره شويه، لعيبه الاهلي طول الوقت الناس عايزه تبقى موجوده معاهم، وحاسين ان هم طول الوقت متشافين، وككوره كجوه الكوره، بره مصر الامور شويه في حريه، ان يعني انت النهارده الصور بتاعت اللعيبه اللي راكبه العجل والحاجات دي، لو ما تعرفش تعمله هنا، ده مش هتعمل هنا، مش تعرف صعب. القعدات اللي بيقعدها الصبح، اللي بيقعدوها الالعاب اللي الجيمز بيلعبوها دي على الترابيزات البينج بونج والحاجات دي، مش عارف يعملها هنا، مش هيعرف، هتلاقي زحمه، هتلاقي زحمه ومش عارف اصلا تنزل. وفي اكلك لازم تبقى موجود في حته، انا بتكلم للناس اللي عاشت جوه النادي الاهلي وعارفه المعسكرات بيبقى شكلها ازاي، هناك الامور شويه من الناس اللي موجوده طبعا، مش من اللعيبه، يعني من يعني الناس اللي عاشت جوه النادي تبقى عارفه الدنيا. اقصد الناس اللي عايزه تتصور وعايزه بالظبط، يعني ده شيء طبيعي. الناس لعيبه النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما بينجم اي حد، ده الاهلي بيحط اسمه يعني الحاجات دي مش عارف تشوفها هنا، هناك برضو الناس اللي راحت ناس مش كتير، فناس راحت لا حتى لو راحوا واقفين يعني من بعيد وفي خصوصيه، فالحاجات دي شويه مختلفه. الحاجات دي احنا زمان دايما من ساعه ما قريت على الكوره، النادي الاهلي عنده معسكر في المانيا، النادي الاهلي عنده معسكر في المانيا، من وانا عيل صغير بروح اتفرج في بنستنى المعسكر في صحيح، مستني في معسكر في المانيا، والاهلي مش عارف بيعمل ايه، والاهلي جاي فين. بس خلي بالك، بيقول لك انت ايه، بيقول لك لعيبه الكوره سافروا العالم كله، ده حقيقي لكن هو مش حقيقي. ليه؟ ما لا بتبقى معسكر، لان الله ينور عليك، برافو عليك. غير مع عيلتك، تقعد في المانيا مثلا اسبوعين وتخرج تروح ثلاث ساعات شوبينج مثلا، لا ميونخ ثلاث ساعات ده حقيقي، انت ما سافرتش، انت كده كده قاعد في مكان معزول، او يعني مكان اقرب للي احنا شايفينه، مش بحريتك قوي. ده اللي انا قلته، الفرق بين المعسكرين، هناك شويه انت جوه المعسكر براحتك،
جوه المعسكر براحتك، لكن برضو الناس اللي يعني انت عشان تخرج وتروح وتيجي بتبقى الامور برضو مش في تمرين الصبح، في تمرين بعد الظهر، في ماتش، في محاضرات، تبقى الامور قادر. شويه يعني لو خدت لك ساعتين ثلاثه ما في كده بقول لك، الدنيا لما حد يا دوب يسالني يعني ابني يقول لي مثلا سافرت كتير، اقول له يا ابني حبيبي سافرنا كتير او كل حاجه، بس احنا ما بنخرجش يعني مش ما زي ما بنعملش انت حاجه. متخيل يعني، احنا مش شايفين مثلا ان احنا كل يوم كنا بنروح في الحته الفلانيه، بنروح هنا وبنرجع من لا هنا، احنا لا احنا التمرين مش صبح. زي مع اولادك، ازاي انت مسافر لوحدك او لا مسافر مع طبعا اولادك، طبعا بتبقى الامور طبعا شويه مختلفه. بص لعيب الكوره دايما وهو بيلعب الناس مش متخيله ان هو بيتحرم من حاجات كتير. طبعا بيبقى فيها ليها مقابل كويس، بتاخد شهره، بتاخد نجوميه، بيبقى عندك فلوس كويسه لو الامور مشيت معاك لفترات طويله، صحيح. ولكن بتتحرم من حاجات تانية، طبعا بتتحرم من اذا كان خروج او اذا كان سهر او اذا كان بتقابل ناس صحابك او قرايبك. لا يعني بالذات الناس اللي بتلعب في انديه كبيره اللي صح دايما طول الوقت هو عليه السبوت عليه ان هو لا انت لازم تنام ولازم انت تروح. سهرت في حياتك امتى؟ بعد ما بطلت تتهيألي. انا كان ثابت مره كلمني الساعه 10 ونص، كنت كان عندي تمرين الساعه 10 ونص، كنت في بالليل الساعه 10 ونص بالليل بتعمل في الشارع 10 ونص بالليل في كافيه قاعد يعني. ولا قاعد ولا حاجه، كنت معايا حد، كان معايا حد، كنت عند يعني في مكان في التحرير جنب النادي، رحت كنت كنا بنشتري حاجه، روح الساعه 10 ونص اكيد حد مشجع قال له او حد من الناس اللي بيحبوا النادي الاهلي، فكان الامور كانت صعبه. النادي الاهلي دايما الناس شايفاك، انت لو خسرت ماتش مش هتعرف تروح تشتري حاجه من سوبر انا ماركت بقول او لك، انا دايما ما تعرفش اقول، تخش بنزينه. انا دايما اقول لهم كده، اقول لهم يا شباب انتوا برضو لما يقول لي، انا اقول لهم انا ما ابتديتش اسهر في حياتي بعد ما بطلت غير بعد ما بطلت بشويه كمان يعني، مش لو ما عندكش شغل، لو انت بتشتغل مش هتعرف تشتغل، مش هتعرف تسهر غير يعني برضو. انا مش بتكلم سهر ان هو يعني، انا بتكلم سهر بالليل يعني مع صحابنا يعني، اصحابك مع سهر اصحابي مش سهر يعني، يعني قاعدين مع تبقى اصحابنا براحتك يعني، الوقت مش براحتك. الوقت بالنسبه لك مش محدش هيقول لك انت قاعد مفيش ليه يا قيود كابتن. يعني، مفيش قيود يعني. لان انت لما بتشوف اي حد من لعيبه الكره وخصوصا لعيبه الاهلي تحديدا، انت قاعد ليه يا كابتن بتعمل ايه؟ انت عندك ماتش الاسبوع الجاي. ولو حد بقى لا قدر الله خسرت ولا حاجه انت لا هتتبهدل طبعا يعني. لو قدر الله خسرت دي ما كنتش بتظهر اساسا. احنا الفتره بتاعتنا دي قليل عمر يعني، قليل قوي يعني. انا افتكر ما يعني كانش يمكن في وقت. ما كانش في وقت، انت كنت الحمد لله كمان كانت الوقت ده بتكسب على طول كل حاجه، فكانت الامور ماشيه بطولات على طول والدنيا ماشيه كويس باستثناء 2007 مثلا المباراه النهائيه وخسرتنا. بتاعت صفاقسي انا لا بتاعت النجم الساحلي، مش الصفاقسي، الصفاقسي اللي في احنا هنا كسبناها في ماتش خسرناه في اللي سد هو القاهره 3-1. 3-1 فده الماتش الوحيد اللي خسرناه، وخسرناه لسبب يعني، دي كانت هتبقى السنه الثالثه على التوالي وخسرناه لسبب زي اللي كان زي حصل. انرامو كده لو فاكر عبد الرحيم العرجون حكم عرجون الكره بتاعت ابو تريكا اللي ما رضيش يحسبها ركله جزاء، ثم الكره بتاعت شديد قناوي اللي كان بيلعب باك ليفت وما رضيش ماتشات يحسبها. كتير اتكلم على دي تحديدا، ده كان وبطولة نهائي 17 وبطولة غير 18 17 غير 18 نفس الأسباب فتقعد يعني. تفتكر نفس الـ الأسباب ونفس الأمور. اللي من وجهة نظرك كيف ترى التدعيمات اللي عملها النادي الأهلي حتى الآن؟ إمام عاشور، صلاح، إمام عاشور ورضا سليم وصلاح محسن، صلاح رجوع محسن وبيكم رجوع من الأهلي. بص هو التدعيمات كويسة جدا. معلش انت جبت معلش عادل، دي مشاهد بعد المباراة هنشوفها مع حضراتكم. شوفوا جمهور الاهلي وتفاعل جمهور الاهلي، ده اول مره نعرض الحاجات دي، وكابتن خالد بيبو طبعا وتفاعله مع نجوم او مع جماهير النادي الاهلي. شوف حضراتكم واحنا وكابتن عادل بيتكلم، جماهيريه النادي الاهلي موجوده في النمسا وفي ازاي؟ هدوء والتيشيرتات محطوطه وكل واحد ده اللي بيمضي انت او كنت بتتكلم بيعمل فيه من اسمه، شويه يعني. الامور فيها شويه الدنيا سهله شويه واجواء حلوه، والناس دي كمان ما بتصدق حد برافو عليك، منتخب او النمسا اهلي هاديه او كمان قوي. زمالك او اي حد من الانديه اللي هم بيحبوها ما بيصدقوا ان هم موجودين هناك يعني. ايوه الاجواء جميله واجواء يعني دي احلى فترات العمر لاي حد قول اذا قول كان لعيب. الكلام ده خلي بالك في ناس كتيره ما تعرفوش، الناس فاكره ان انت بتلعب كره فاللي ممكن الشهره تاخدك، الفلوس تاخدك، البتاع تاخدك، ما تعرفش ان انت بعد الكره ده قصه تانية. لا مهم الكوره جدا دي الكلام احلى، ده. دي احلى فترات لاي لا بص لاي جماهير قد ايه، لعيب. انا اسف يا عادل، بص جماهير قد ايه، ايه ده؟ ده في النمسا يعني بلد هاديه برضو خلي مفروض بالك وبتاع، جاليه مش فيعني كبيره مش قوي. جاليه يعني بالعكس. النادي الاهلي مش ما عارف شاء الله يعني شعبيته في اي حته يعني، برضو لو عندك معسكر في هولندا، احنا كان في هولندا 2002 مع بومفرير برضو كان في يعني كان كان كده بيجينا برضو. كان بيجينا ماتشات، كان ماتشات الوديه كان بيجينا ناس كتير جدا، وكان في ماتشات في رومانيا برضو نفس القصه، وفي المانيا واي معسكرات بره بتبقى الدنيا. لا يعني الناس ما بتصدق يعني، بتلاقي اي صحيح. الانديه بتاعتها اللي بتشجعها او المنتخب بتلاقي الجاليه كبيره جدا يعني. لا اللعيبه بتعاني بعد يعني بعد ما اللعيبه بتبطل بيبقى في الامور مش سهله
طبعا مش كل الناس تعرف تشتغل، لان العقليات الناس كلها مش شبه بعض. صحيح. وانك تختار حد كادر كويس برضو، انت لو في 10 في جيل ولا 20 واحد في جيل، ممكن تلاقي واحد ولا اتنين بس بيشتغلوا منهم وهم اللي عندهم التوفيق يعني. فالامور صحيح. بتبقى بعد الكوره شويه صعبه، في ناس كتير جدا بعد الفترات اللعب بتبقى عندها مشاكل كتير بعد ما بتبطل، اذا كان ما بيشتغلش او اذا كان ممكن يكون ما عملش رصيد كويس يعيش بيه. فالامور بتبقى الناس كلها برضو فاكره ان لعيبه الكوره طيب طول الوقت هو معاه فلوس بس وبيصرف فيها بس، ولا مش عارف في جانب تاني. معلش عادل، واحنا بنتكلم برضو قبل ما اسالك عن الصفقات، خلينا نسمع جمهور النادي الاهلي. ده كل جمهور النادي الاهلي دايما بيفرحنا في كل مكان، يعني حاجه جميله جدا اللي احنا شايفينه. نرجع مره اخرى للتعاقدات، النادي الاهلي رضا سليم وامام عاشور تعاقدين، ثم عوده صلاح محسن وبيكم وطلوع بقى عدد من الناشئين معتز وزعلوك. وجود امام مكان حمدي صفقه كويسه جدا، وامام لعيب من اللعيبه المميزين جدا ومن احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر في الفتره اللي فاتت دي كلها، يعني حتى من ايام ما كان موجود في حرس الحدود كان من اللعيبه المميزه جدا. وجود رضا سليم برضو، رضا سليم لعيب مميز ولعيب عنده شخصيه، والفتره اللي كان موجود فيها في الفتره اللي فاتت في بطوله افريقيا عمل ادى اداء كويس جدا. هيشوف بقى احنا هيعرف يدخل جوه لعيبه النادي الاهلي بسرعه ولا لا، لان مش اي لعيب كويس بتجيبه ومش اي لعيب كويس بتجيبه بينجح، محتاج ياخد وقت ومحتاج يبقى يحصل له تكيف على اللعيبه اللي موجوده. لما اشوف في الماتشات شخصيته برده هيبقى عامل ازاي، ان اللعب في النادي الاهلي صعب، اللعب في النادي الاهلي صعب جدا. فانت هيبان هو عنده مميزات والراجل لعيب مبشر، ولكن لما نشوفه مع النادي الاهلي. صلاح محسن انا شايفه لعيب كويس، محتاج يتقل، محتاج يركز اكتر. صلاح امكانياته كويسه جدا، ولو هو مركز في الكوره بس او مركز ان هو يبقى يشتغل على نفسه جوه الكوره هيبقى ليه مكانه كبيره جدا في الكوره في مصر، ان هو لعيب كويس. اوكي. صلاح لما صلاح محسن كان موجود في ام بي، ولما جه الاهلي يعني الماتشات اللي كان بيلعب في الاهلي على فترات قليله ما كانش وحش، ما كانش بعيد، ولكن هو كان محتاج يلعب بشكل اساسي. وانا شايف برضو ان هو جزء من الـ يعني في قطعه ناقصه النادي الاهلي، قطعه الراس حربه اللي هو التارجت مان اللي جوه، الراجل اللي جوه ال 18 اللي بيشتغل عليه عرضيات بيشتغل دماغه كويس، دي الحته اللي ناقصه النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده لعيبه اذا كان كهربا او شريف كانوا موجودين، او حتى شادي حسين ما خدش كتير، كلهم لعيب مساحات، كلهم لعيب مساحات، لكن ما فيش حد لعيب صندوق، ما فيش حد راجل. وحسام حسن برضه، بس حسام حسن ما لحقش ياخد قوي، وبرضه ما كانش موفق مع موسيماني خالص، فما اخدش بشكل كويس. ولكن النادي الاهلي هو دي القطعه اللي ناقصان، القطعه بتاعت فلافيو، بتاعت متعب، اللعيبه اللي بتعرف تلعب دماغها كويس، اللي هو النادي الاهلي دايما بيبقى في وقت من الاوقات بيبقى الفرقه واقفه له، بتلعب زون متاخر قوي، محتاج حد يشتغل على عرضيات كويس. صلاح عنده، والولد زعلوك لعيب كويس برضه، هياخد وقت يعني، برضه مش عايز. انت شفته او عارفه يعني؟ عارفه من الناشئين من القطاعات، لعيب كويس ولكن محتاج وقت، ما ينفعش تبني عليه. ولكن الاهلي لسه ناقصه اللعيب اللي هو التارجت مان، اللي هو اللي بيقدر يشتغل جوه الصندوق كويس، اللعيب الراس حربه التسعه الصريح، مش
ومحتاج حد مواصفات كويسه، محتاج ان هو يكون عنده كمان ريتمه، عنده سرعه في الريتم، ان هو النادي الاهلي دايما محتاج تخلص من نص فرصه. فانا شايف الصفقات كويسه جدا، ولكن النادي الاهلي لا زال محتاج راس حربه. يعني النادي الاهلي خد 5 بطولات في الموسم الماضي، كولر يعمل ايه علشان يحفز اللاعبين للقادم؟ لان انت عندك مش 5، عندك 7 على ما اعتقد، يعني 7 بطولات. يعني هو كولر اوريدي بالفعل عامل ده، لان هو بيعمل روتيشن بين اللعيبه، روتيشن محسوب، فاللعيبه دايما طول الوقت مش مفيش حد بعينه بيلعب، فبالتالي اللعيب التاني مش موجود، لا اللعيبه كلها موجوده. يعني لو جيت شفت الاول فتره للكولر، حسين شحاته ما كانش بيلعب خالص، لو يعني لو الناس تراجع اول 5 6 ماتشات حسين الشحات، الناس كلها كانت بتتكلم ان حسين الشحات هيمشي اصلا. حسين الشحات مع كولر مفنش الموسم ان هو من احسن لعيبه، واخد احسن لعيب في مصر، فبالتالي هو عنده بيعرف يعمل تحفيز كويس للعيبه، اذا كان جوه التمرين او اذا كان بزمايلهم، انه يقدر يخلي زمايلهم واقفين على رجليهم كويس، فبالتالي كل واحد بيلعب هو عارف ان لو ما اداش بشكل كويس هيبقى في حد تاني موجود. النهارده انت عندك رضا سليم، وعندك احمد عبد القادر، وعندك بيرسي تاو. وبيرسي تاو كمان بدايته الناس كلها كانت بتتكلم ان بيرسي تاو كان لازم يخرج اعاره او كان لازم يبيعه، دلوقتي بيرسي تاو بقى من اهم اللعيبه اللي موجوده عندك في الفريق. فهو لا بيقدر يعمل ده، هو كان محتاج الوقت بتاع فتره الاعداد ده ان اللعيبه كلها تبقى جاهزه، ويقدر يشغلهم بطريقه تبقى مناسبه ليهم كلهم، يقدر يختار لعيبه المباريات، لو عنده مباريات مضغوطه يقدر يختار لكل مباراه لعيبه مختلفه عن الثانيه. وكمان بقى عنده وفره، انت عندك ندفيد كان بيأدي بشكل كويس جدا في فيوتشر، وندفيد قبل ما يخرج من الاهلي كمان كان لعيب كويس جدا وكان بيأدي بشكل كويس جدا، ولكن الاصابه عطلته شويه. اضافه كبيره جدا ندفيد مع امام عاشور، مع 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 ديانج، مع مروان عطيه، مع السوليه، مع اكرم. مع اكرم برافو عليك. مع اكرم، وكمان اكرم انت ممكن تلاقي اكرم بيقوم بدور اكبر، ان شاء الله ربنا يكرمه ويرجع، يعني ربنا يحميه، يعني ممكن تلاقي ليه دور اكبر في نص الملعب كمان. اوكي. فلا في وفره وفي لعيبه جاهزه كتير، واعتقد البدايه هتفرق قوي، انك تبدا السيزون ببطوله برضه هتفرق معاك قوي. اوكلاند سيتي واتحاد جده اللي هيكسب منهم هيلعب النادي الاهلي. بس ايه رايك؟ يا شايف يعني طبعا الاقرب اتحاد جده، بما اننا كلنا مفيش حاجه اسمها والله. بص انا مش أوكي. طبعا على الورق اتحاد جده، بس صدقني دايما يعني خلينا ننتظر طبعا، لكن ننتظر. الاقرب يعني الاقرب الورق، على الورق بيقول اتحاد جده، وعلى الورق في مباراه الاهلي والهلال الهلال اقوى، صح؟ مباراه الاهلي والهلال 4 4. آه طبعا الهلال اقوى، صح؟ الهلال بتتكلم اللعيبه فيه جزء منتخب سعوديه وباللعيبه يعني محترفين كلهم، يعني خد بالك كان مستوى، مش عارف اقولها لك ازاي، بس مش اقوى يعني، الفرق مش كبير. هو الفرق مش كبير، ولكن يعني في فرق في الارقام. على الاقل لا، لو دخلت مباراه الهلال، يعني انا كنت في الفتره دي كنت بحلل المباراه دي في احدى القنوات، وقلت ان الاهلي لو دخل المباراه دي هو اللي هيكسب هتبقى مشكله. الهلال لو دخل المباراه دي هو اللي هيكسب هتبقى مشكله الهلال، لان الهلال مش هيبقى عامل، مش مدي قيمه قوي للاهلي، او مش مديله وضعه قوي ان هو هيلعب معاه جيم عادي 50 50 زي ما انت قلت. لا، هو لعب معاه جيم مفتوح ولعب ان هو الاقرب، فهكسبك في اي وقت، فليه ان النتيجه اتعاقب على طول. الماتشات صعبه مش سهله. اللي بيقدر يحترم فيها التاني اكتر بيعرف يشتغل عليه كويس. يعني الاهلي لما راح كاس عالم الانديه اللي اخدها، اللي كانت مع موسيماني، الاهلي كان ناقص لعيبه كتير جدا، اللي هو هاني سجل فيها، كانت في افريقيا، صح؟ اللي بتاعت بعد افريقيا، اللعيبه اللي لعبت ال 120 دقيقه 4 ماتشات ورجعت. لا كده كده الماتش الاولاني عدى واللعيبه كانوا في النهائي بالظبط، بعد كده الماتش، وحتى الماتش الثاني جم بعديها، ومش يعني كلهم لعبوا النهارده، وتاني يوم ومش لعب كل واحد، ولعب واحد او اثنين. فاللعيبه اللي كانت موجوده لا بتادي. فانت لما بتديش، ما بتعملش اعتبار للفرقه اللي قدامك قوي، بتتعاقب على طول. فانا شايف ان الاتحاد طبعا فرقه كبيره وعمل تدعيمات كبيره جدا، ولكن مش دايما الفرقه اللي صفقاتها اتقل او اللي فلوسها اكتر هي اللي بتكسب. الفرقه المنظمه اكتر، الفرقه اللي بتحترم خصمها اكتر، والفرقه اللي عندها كم بطولات. انا برضو ممكن اجيب لعيبه كويسه احطهم في نادي هو مش بتاع بطولات، لكن ما بعرفش يدير لعيبته. في انديه بتعرف تجيب لعيبه كويسه، لكن ما عندهاش الاداره تعرف تدير اللعيبه دي، مش تعرف تجيب بطوله. على العكس، ان انت ممكن تجيب في اداره ثانيه، ممكن تجيب لعيبه ممكن كواليتي يكون اقل، ولكن الاداره دي بتعرف تدير لعيبه كويس، بتعرف تاخد بطوله. النادي الاهلي بيعرف ياخد بطوله على مر التاريخ. في لعيبه
في بطولات الاهلي اخذها بلعيبه قليله جدا، مش قليله يعني، مش عايز يعني مش عايز اقل منهم، ولكن النادي الاهلي هو اللي كان بيكسب البطولات بقيمته وبفلسفته المعروفه عنه يعني. عادل شرفتني ونورتني، وكنت سعيد جدا جدا بوجودك معايا النهارده، يعني من الحوارات الممتعه من الناحيه الفنيه ومن الناحيه الاخلاقيه ومن الناحيه التعليميه للاجيال القادمه الحقيقه، لانه انا النهارده مصر على التعليميه في الاجيال القادمه، لانه النهارده لما تشوف كابتن سيد عبد الحفيظ وهو داخل النادي الاهلي في مباراه 2005، النهارده النادي الاهلي عمل عندنا فريق في 2005 قوي جدا، فريق مرعب مرعب. كنا بنلعب بلديه المحله كسبنا 8-0. الفريق ده واخد البطوله السنه اللي فاتت قبل البطوله ما تخلص بحوالي 10 اسابيع. لا خلي بالك، استمتع، اتفرج على المباراه. اتفرجت؟ لا خدت يعني شفت الهايلايتس بتاعتها بس. انا عارف الفرقه، انا يعني الفرقه عارف الفرقه كويس، فهي فرقه قويه جدا وتستمتع وانت قاعد بتتفرج عليها. وكمان لما دعمت كمان بفرقه 2006. انت عارف النهارده يعني احمد عابدين فقط هو اللي بيلعب من 2006 وبعد كده عمر سيد معوض وبعد كده فرقه قويه. وخد بالك الفرقه دي نواه لمنتخب ال 2005 اللي جاي. انت عارف ان انا قلت كده؟ دي نقطه مهمه جدا، اللي هيجي في منتخب 2005 ما عندوش وقت كبير انه يشتغل. الجيل اللي فات 2001 كان شويه جيل صعب، لان صحيح. الجيل عليك. لان الجيل كان مش ملموم يعني، ما عندكش لعيبه كتير، مش عارف تجيبه، ما عندكش قوام. لكن ده عندك اهو، لكن ده انت عندك قوام وعندك لعيبه لعبت منتخب 2006 وعندك لعيبه 2005 معظمهم دلوقتي بيلعبوا في فريق اول. فانت اللي هيجي هو محظوظ، اللي هيمسك منتخب 2005 ده هو محظوظ لان هو عنده جيل كويس، ولكن محتاج وقت كافي انه يشتغل بيه. بس لسه بدري يعني. يعني احنا بقالنا كتير ما عندناش جيل مميز زي ال 2005. لا بصراحه يعني انت لما تيجي تبص مثلا في الاستوبارين النهارده عابدين، وفي عندك احمد، في عندك معتز اللي بيلعب في الفريق الاول، واحد بيلعب برجله اليمين، عابدين بيلعب ناحيه اليمين، بيلعب برجله اليمين، واحد اشول ناحيه اليمين، عندك يوسف سيد عبد الحفيظ، عندك ناحيه الشمال هتلاقي اللعيبه، اللعيب اللي موجود كويس، فرقه كويس. هتلاقي في وسط الملعب عندك دحروق، كل المجموعه اللي موجوده كلها مجموعه رائعه، وحتى اللي قاعدين بره يعني. انا لا فرقه كويسه، الفرقه دي فرقه قويه يعني، الفرقه دي قوام جيد للمنتخب اللي جاي. مع بعض اللعيبه كمان في الانديه، في الزمالك وفي اسماعيلي وفي امبي وفي انت شايف بيراميد، وفي لعيبه كتير كويسه في الـ في الـ في, الـ في السن ده، والسن ده ممكن يبقى سن قوي، وانا شايف ان السن ده مع دمجه بالفرق اللي فوقيه واللي تحتيه ممكن يعمل جيل زي جيل بتاع كابتن حسن شحاته كده. جيل كابتن حسن شحاته، التدعيمات اللي بره المنتخبات اللي هي 82 81 و83 و84 دي كان بيتكلم 60 او 70%، وبقيه اللعيبه الثانيه الاكبر منهم سنا هم اللي بداوا، هم بداوا منتخب، ولكن التدعيم الاكتر كان من ده، جيل شوقي وحسام وحسني وفتحي، كان في جيل كبير واسماء كتير جدا كانت موجوده كانت في الجيل ده، مع كمان مدربينهم يعني. اللي نجح الجيل ده ان المدربين دول هم اللي كانوا ماسكين الفرقه دي. والله انا اللي بيتقال ان الاقرب في مجموعه مرشحه منهم حضرتك وعدد اسماء اخرى من المصريين، قولوا في ميكالي برضو مرشح ان هو يمسك الفريق. والله بص يعني الناس الموجوده، الناس المرشحه وارد، الناس المرشحه كلها ناس طبعاً على مستوى عالي وناس عندها سيفيهات كويسه، وربنا يولي من يصلح والاصلح، وان نعمل جيل كويس لمصر للي جاي. نفسي لما نيجي الناس تفكر في حاجه تفكر ل 10 سنين مثلا او 7 8 سنين، يعني مش اعمل جيل، لا اعمل جيل ده واعمل الجيل اللي بعده واعمل الجيل اللي بعده عشان ادمجهم بعد 8 سنين او 7 سنين، ادمجهم لجيل واحد، يبقى في جيل اللي سابق وبعد كده في جيل وسط بعد كده في جيل اصغر. احنا محتاجين وقت ان احنا ندمج ده. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق. انا بشكرك جدا يا كابتن عادل على وجودك معايا، استمتعت جدا بخليك. جدا من كل النواحي الحقيقه، شكرا حبيب. جزيلا لوجودك معانا. انا مبسوط موجود معاك وبشكرك وبشكر قناه بيتي على الاستضافه الجميله دي. طبعا ربنا يخليك يا عدول، انا بشكرك شكرا جزيلا الحقيقه، كانت حلقه ممتعه. هسيب حضراتكم مع لقاء مهم جدا مع كريم فؤاد، احد العائدين من الاصابه، انا بعتبره من صفقات، يعني مش صفقه جديده عشان ما حدش يقعد يقول لك ده اسلام بيقول صفقه جديده وبتاع، لا، لكن كريم عشان بقاله فتره طويله بعيد يعني، فرجوعه اعتقد هو واكرم اضافه كبيره، اضافه كبيره جدا جدا في سكواد النادي الاهلي الحقيقه، في السبع ثمان بطولات اللي هيلعبهم النادي الاهلي ان شاء الله خلال الفتره القادمه. اسيب حضراتكم مع كريم فؤاد وحديث شيق ورائع ايضا مع زميلنا فاروق صلاح، وبعد كده أنا بشكر حضراتكم وإن شاء الله بكرة ألتقي مع حضراتكم وحلقة نهاية الأسبوع في البيت الكبير.
كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، مستمرين مع حضراتكم من هنا من النمسا وبالتحديد مقر إقامة فريق النادي الأهلي وتغطيتنا لأجواء معسكر النادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد. واحد من نجوم النادي الأهلي في عز تألقه، أنه كان واحد من هداف النادي الأهلي، بتجيله إصابة في وقت صعب جدا، يعني جت الإصابة في توقيت صعب جدا، لكن بإصراره بعزيمته بالثقة بإيمانه بربنا قدر أنه هو يرجع بألف سلامة. معنا في هذه الأثناء عريسنا وعريس النادي الأهلي كريم فؤاد. كريم برحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي، الحمد لله على السلامة، مليون مبروك الأول على الجواز كريم، وألف حمد لله على سلامتك. الله يبارك فيك. طبعا برحب بيك وبرحب بالسادة المشاهدين. الحمد لله كانت إصابة في وقت مش وحش، بس دايما أنا مؤمن بأنه خير من عند ربنا في إنك تتصاب في عز ما أنت كويس، عشان خاطر يعني لما ترجع تبقى عندك حافز إنك ترجع ما قبل الإصابة يعني بإذن الله. كريم، الإصابة جت في توقيت صعب جدا، كنت واحد من اللعيبة الأساسية لفكر مستر كولر، واحد من هدافي الفريق، أكيد جت في توقيت ما تتمنهوش، لكن كان عندك رضا وإيمان بربنا. طبعا الحمد لله الواحد عنده رضا وإيمان إن هو أي حاجة بتحصل من عند ربنا خير، سواء عجبتني أو ما عجبتنيش هي كده كده خير، والمطلوب مني إن أنا لازم أكون راضي بيها يعني، والحمد لله ده اللي حصل. وعشان كده كنت دايما حاطط دي قدامي عشان ما ملش، عشان ما زهقش، لو اتضايقت في وقت او زعلت في وقت لازم اكون هي النقطه دي اللي بتفوقني تاني، انه دي من عند ربنا لازم ترضى بيها. اي مدرب او مدير فني بيبقى عنده زعل من اصابه واحد من العناصر الاساسيه عنده، لكن مستر كولر كان الامر بالنسبه له صدمه، يعني صرح بصدمه، يعني حس بصدمه من اصابه كريم فؤاد، نظرا لقيمه كريم في التوقيت ده بالنسبه لمستر كولر، اكيد دي تعني امر يعني ليك الكتير يا كريم. اكيد طبعا هي حاجه يعني بتقول قد ايه انت كنت مهم، او كنت حاجه بالنسبه له كويسه، او هيبني عليها حاجات كتير. بس طبعا هو الحمد لله، واحنا مش كده كده الفرقة مش هتقف على واحد او هتقف على اتنين، او كده كده اللي موجود قدها، واحنا عندنا لعيبة كتير جامدة وفي كل الاماكن. انا اتصبت في فترة يعني كنت ماشي فيها كويس، بس الناس السليمة قدها وقدود. كريم، يعني نقول صفحة الإصابة صفحة واتقفلت، واللي جاي إن شاء الله يكون خير، لكن عايز أتكلم على حالة الحب اللي بينك وبين أكرم توفيق، الإصابة مع بعض، حالة ارتباط مع بعض، ثنائية افتقدناها في الملعب مع بعض، إيه الموضوع يا كريم؟ هو أكرم أنا أعرفه من بدري طبعا، من لما كنا في المنتخب الأولمبي، واحنا على طول يعني بنقعد مع بعض في المعسكرات من واحنا في المنتخب في طوكيو، فنفس الدماغ، نفس التفضيلات، نفس الحاجات يعني اللي انا بحبها وبيحبها وكده، فدماغنا واحده يعني. ايوه كريم، بس مش موضوع ده احنا نتصاب مع بعض احنا الاثنين في توقيت واحد. لا دي بتاعت ربنا بقى. دي حاجه بتاعت ربنا طبعا، والله يعني كانت نعمة من عند ربنا ان انا اتصبت وقت ما هو مصاب، يعني عشان خاطر هون عليا كتير بصراحة، وانا برضه هونت عليه، فكانت لطف من عند ربنا ان احنا الاتنين برضه مع بعض في الإصابة، يعني عشان خاطر ما حدش يبقى متضايق لوحده. احتفال كريم فؤاد واكرم توفيق في الملعب، الجماهير مشتاقه له، الجماهير دايما بتتكلم على الاحتفاليه طريقه الاحتفال بتاعتكم، دي جت ازاي؟ سرها ازاي؟ كانت مترتب لها ولا فهمنا بقى القصه يا كريم. لا هي ما كانتش مترتب لها خالص، يعني هي اصلا الاحتفاليه دي بدات قبل ماتش الزمالك بيوم، كنت انا بقول لاكرم ان انا نفسي العب بكره واجيب جون وكده، فقال لي يا عم انت ان شاء الله هتلعب بكره، وانا بقول لك انت هتجيب جون بكره. قلت له انا نفسي بصراحه يعني نفسي اجيب جون، فقال لي انا بقول لك انت هتجيب جون بكره باذن الله وهدعي لك. بعدين قلت له خلاص احنا لو جبنا جون هنسلم على بعض، احنا اصلا على طول بنسلم على بعض كده في اي حاجه، اول لما بشوفه بنسلم كده عادي من غير حاجه. فقلت له اول ما هجيب جون هتجي له واسلمك السلام بتاعنا ونعمل كده. فراح قال لي خلاص ماشي وبتاع. بس جت صدفه اول ما نزلت جبت جون فعملناها، بس هي كانت الحماس بقى كان زياده قوي يعني غير اللي احنا كنا متفقين عليه، احنا كنا نسلم عادي ونعمل كده بس يعني عادي، بس احنا وقتها بقى كانت فرحه الجون، مع
خلاص البطولة حسمناها، فالفرحة كانت هي كانت لحظة استثنائية بصراحة بالنسبة لي أنا شخصيا، لأنه ده أول جون ليا وأول جون في الزمالك يعني، وأول جون ببطولة وفي فاينل، فالفرحة ثلاثة مش الفرحة فرحتين يعني، فهي كانت لحظة استثنائية بالنسبة لي بصراحة. بس دايما بيجي يرخم عليك أكرم بالكلمات اللي بحرف الراء يا كريم. لا لا بلط عيل بلط. لا أكرم حبيبي وأخويا، وهو بصراحة يعني أخ كبير بالنسبة لي، وأنا بحبه جدا 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 يعني. فترة التأهيل وانتوا في أحد المراكز في الدوحة كان فيها تفاصيل وكواليس كتير وهزار أكرم، يعني الناس كلها كانت بتبقى متابعة فترة التأهيل بتاعتكم، مستنيين الصورة فيديو ليك انت وأكرم توفيق. ايه اللي الناس ما شافتوش يا كابتن كريم؟ الناس ما شافتوش هزار اكرم معايا، بعرفش يهزر بايده خالص، دي تقيله موت، ده صعب صعب، وما شافوش برضه وانا بعضه. هو ما بيحبليش اعضه خالص، ف لا هزار اكرم انا وهزار انا واكرم بنهزر مع بعض يعني، هزار غشيم شويه. طبعا احنا مبسوطين بالروح دي والحب ده، لاني اعتقد يعني مش سهل تطلع بصاحب، مش سهل تطلع باخ، لكن كريم واكرم الاثنين يعني نقول اخوات في حالة حب كتير جدا بره الملعب وجوه الملعب. اخويا اكرم بصراحه اخ، وانا بعتبره يعني بعزه جدا، وحتى اخواتي بيحبوه جدا، وهو بيحبهم وقابلهم، الوحيد يعتبر انه الوحيد اللي دخل بيتي او قرب من عيلتي، او يعرف ابويا شخصيا ويعرف اخواتي شخصيا وبيتعامل معاهم بره النادي، فهو بصراحة خلاص بقى واحد من البيت عندنا يعني، مش حتى انا اخواتي لما بيجوا يدعوا لي ان انا اخف بيدعوا لاكرم على طول يعني، رب تخف انت واكرم، يا رب. رب ترجع بالسلامة انت واكرم كده يعني، ما بقتش بقى ايه ربنا يشفيك او كده، حتى لما بيجوا يدعوا لي بيدعوا له معايا يعني، فهو بقى عندنا بصراحة بقى واحد من البيت يعني، واحنا عندنا في البيت بيحبوه جدا يعني. ربنا يديم بينكم كل خير يا كريم. الفترة اللي جاية احنا معسكر اعداد هنا في النمسا، موسم جاي صعب، عندك تطلعات، عندك شغف، حاجات كتير عايز تحققها، لكن في البداية قول لي المعسكر شايفه ازاي، انطباعك عن المعسكر هنا يا كريم؟ هو المعسكر طبعا كانت حاجة أحس إن الفرقة كانت محتاجاها، وزي كده يعني فاصل ما بين موسم وموسم، وفي أجواء مختلفة في بلد مختلفة، فهي حاجات بتخليك تفصل عشان ترجع الموسم الجديد يعني، تحس إن أنت بداية جديدة وحاجة جديدة، فهو المعسكر كان مفيد جدا بصراحة، والأجواء حلوة، وكل يوم في حاجة جديدة، اللعيبة بنتجمع بالليل على طول، بنلعب بلاي ستيشن، بنلعب شطرنج، بنلعب دومنا، الطاولة، اللعبة كلها في حالة تجمع دايما، اللعبة كلها في أجواء جديدة ما كانتش بتبقى موجودة في النادي، فبصراحة المعسكر في حاجات كتيرة حلوة ومكاسب كتير يعني. كريم الموسم اللي فات 5 بطولات، مش شايلينك مسؤوليه للموسم اللي جاي، جمهور النادي الاهلي لو بلعب 5 بطولات انا عايز الـ6، ما بقبلش ان انا اخد 4 او 3، هل ده بيشكل عليكم عامل ضغط ولا بيدي دوافع للموسم اللي جاي؟ لا اكيد طبعا بيدي دوافع، اصلا احنا كلاعيبه عندنا نفس الاحساس، انه انا لما خدت 5 بطولات انا عايز اخد 6، بشارك في بطولات عايز اخدها كلها، انا كلاعب بحس نفس الاحساس، فهم بيدوك دافع ان انت هم كمان عايزين ده، واحنا لعيبه عايزين ده، ومحدش بيشبع من البطولات، وانا السنه اللي فاتت اخدنا 5 بطولات، بس انا حاسس ان انا ما شاركتش فيهم كلاعب، و كنت موجود مع الفرقه بمساندتي ليهم بدعمهم، بس انا نفسي اعيش الاجواء دي وانا لعيب، ونفسي اخد كل البطولات دي تاني، واخدها السنه اللي بعدها تالت، وعايز اخد بطولات كتير، ما حدش فينا بيشبع، وكل اللعيبه كده يعني، ما حدش في اللعيبه ان هو خلاص كفايه خدنا بطولات، او يا عم احنا خدنا الدوري السنه اللي فاتت، او احنا خدنا بطولات كتير السنه اللي فاتت، ما حدش بيفكر كده خالص، كل الناس عايزه تدوس، عايزه خدنا بطولات ناخدها تاني، ناخدها تالت، خدنا 5 ناخد 6، كاس عالم الانديه ما حققنا فيه برونزيه، عايزين فضيه، عايزين ذهبيه، ليه لا؟ في انديه عربيه حققت فضيه، ما فيش مشكله، وانت قدها، انت السنه اللي فاتت لعبت ماتشات ضد انديه كبيره وعملت ماتشات كبيره يعني، فليه لا؟ انت عندك امكانيات، وعندك وفي نادي كبير، فتقدر تعمل ده،
وان شاء الله احنا بنطمح يعني السنه دي ان احنا نحقق حاجه كبيره يعني باذن الله في كاس العالم دي. كابتن الخطيب اول ما وصل للتدريب في اول يوم دور على كريم واكرم، خلاص بقت ثنائيه خلاص معتاده، دور على كريم واكرم، وقف معاك اتكلم معاك، كان حارس عايز يطمن عليك وعايز يطمن على اكرم توفيق، ايه اهم الكلام اللي دار بينك وبين الكابتن الخطيب؟ هو كان بيسال علينا عملته ايه عند الدكتور وكده، وبيسال تقدروا تشاركوا في الماتشات امتى وتقدروا تبقوا مع الفرقه بشكل رسمي امتى يعني، وبس كان بيطمن علينا يعني ان احنا هنبقى قادرين ان احنا نشارك في الماتشات امتى. شايف رئيس النادي ورئيس نادي بحجم الكابتن الخطيب يعني حرص ان هو يطمن عليك، يعني وقف في التدريب يتفرج عليك، يتفرج على اكرم، انتوا الاثنين بالتحديد يعني راجعين من اصابه، اعتقد بتشيلك مسؤوليه لان الحب ده مش سهل والاهتمام ده امر ما بيجيش بالسهل. اكيد طبعا، اكيد طبعا، الحاجات دي مش حاجات بسيطه، هي حاجات كبيره جدا انه اسطوره زي كابتن محمود الخطيب يبقى بيسال عني وبيطمن عني وقاعد بيتفرج عليا عشان خاطر يتابع حالتي بقت عامله ازاي دلوقتي. دي حاجه بالنسبه لي حاجه كبيره اصلا يعني ما كانش الواحد يحلم بيها. فطبعا مسؤوليه كبيره جدا ان انت لازم تكون قد الحاجات دي كلها وقد التطلعات دي كلها يعني. مستر كولر بعد ما اطمن خلاص ان كريم واكرم خلاص جاهزين، ايه الحديث اللي دار بينك وبينه؟ ايه الكلام؟ وقت الاصابه اعتقد في كلام كتير قاله لك بعد الاصابه، ايه ابرز الامور اللي اتقالت في الحالتين؟ هو قبل الاصابه كان بيقول لي معلش، انه هي بصراحه كان زعلان وهو بيقول لي، بس دي ده الطبيعي ودي حاجه في الكوره ودي حاجه زي يعني ما نقدرش نتدخل فيها يعني، انت قدها وهترجع كويس ومجرد وقت مش اكتر واحنا مستنيينك تاني وان شاء الله يعني ترجع احسن وكده. بعد الاصابه او بعد ما رجعنا يعني كان دايما بيقول لي يعني، هو ما اتكلمش معايا بشكل يعني دايركت او كده، بس دايما كل ما يشوفني يقول لي جاهز جاهز كده يعني. بس كريم احلامك وطموحاتك في الموسم الجديد، كريم عايز ينزل ماتش النهارده، عايز يلعب النهارده، عايز بطوله لا الواحد بصراحه مشتاق يعني ونفسه يرجع يلعب تاني يعني، انا يعني مش مستعجل بس عندي شغف ان عارف انت اللي هو ايه، هاتولي كوره انا عايز العب دلوقتي. فالواحد مستني اول ماتش هيشارك فيه يعني بعد الاصابه ان شاء الله. كريم عايز اختم معاك بنقطه مهمه جدا، جمهور النادي الاهلي بالتحديد وحاله الحب اللي انت شفتها من الجمهور، انا عارف وقت الاصابه في كتير جدا وقف جنب كريم خاصه البيت، والدك والدتك، لكن الجمهور عايز تقول لهم ايه؟ وايضا البيت عايز تقول لهم ايه؟ لان فتره الاصابه دي بتبقى فتره صعبه جدا. هو بصراحة أكتر حد عايز أشكره البيت عندنا بصراحة، أبويا وأمي وإخواتي ومراتي، أنا بشكرهم جدا على دعمهم ليا طول الوقت، وقت ما بكون زعلان وقت ما بكون متضايق هم السند، وهم يعني بصراحة كل حاجة في حياتي حرفيا. الواحد من غيرهم ما ملوش خير في الدنيا يعني، اخواتي وابويا وامي ومراتي، لما الواحد بيكون في حاجه او بيعوز يشكي همه او كده هما دايما متابعيني وكل يوم بيسالوا عليا عملت ايه النهارده، اخبارك ايه بتاع. فانا حابب اشكرهم جدا جدا جدا، وطبعا الجمهور طول الوقت بيدعمني وبيساندني في سواء على السوشيال ميديا او في الشارع، فدي بصراحه حاجه انا بشكرهم جدا عليها وممتن ليهم جدا، ونفسي ارجع الماتشات تاني عشان خاطرهم يعني. بشكرك يا كريم، نتمنى لك السلامه يا رب، ربنا يحفظك دايما وتكون يعني اهم اضافه للنادي الاهلي الموسم القادم وايضا للمنتخب المصري، لانك واحد من اللعيبه اللي تستحق هذه المكانه يا كريم. باذن الله ان شاء الله. بشكرك يا كريم حبيبي، شكرا. اعزائي المشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي، الطيبه والوضوح والصراحه، الاصرار، التصميم، الاراده، كريم فؤاد يعني نتمنى له السلامه يا رب دايما، كلام من القلب قاله، علاقته مع اكرم توفيق اللي طبعا ربنا يديم بينهم كل خير، نتمنى حاله الحب اللي احنا لمسنا من اللاعبين لمسناها من المعسكر ان شاء الله يكون مردودها على النادي الاهلي، مش في مباراه السوبر فقط ولكن في الموسم القادم باذن الله. عندنا تحديات كتير، عندنا متطلبات كتير جدا، لكن ان شاء الله لاعبي النادي الاهلي باللي احنا لامسينه في المعسكر على قدر المسؤوليه، ربنا يكملها على خير يا رب باذن الله، ويحقق النادي الاهلي مزيد من البطولات من جديد.